هنايا بسوق بودوا. نتمنوا يخلوا خاوتنا يخدموا فقط هذا ما كان. اش فعليه اللي في الكاس شربوني هذا لا الكحلوش انا نحاول الله يبارك حاجة خيف على بالي بلي تقلقوا. إذا نبداو خونا شحال عنده هذا؟ عنده دخل 40 سنين. الله يبارك ما شاء الله مربي خلوي ولا الميلي هذايا نخليكم تسمعوا شوية باش تحكموا الشون ديالو ثم نخلي لكم رقم الهاتف ونقول لكم السعر تاعو. كاين مطاعم ثاني اللي خاصهم كاين كيما قال لكم خونا من البرواقية كذا كذا يا أخي برواقية إيه يجيب المقلين عاكو تسمعوا شويه شعاير وقاصي ولكن تحبوا تجوا لعندو ولا يبعث لكم تسمعوا بيا وتنيغوسي معاه. قول لي خويا العزيز 0771 70 03 98 ما كانوا يلقاوك اخي. هذه هي وعدنا هذه في مالا يا اخي هذه يا فلافي مرسي دري ثلاثة كوبلات الله يبارك خوتي يعني مام هدايا اونسي جامي تخطوه مع المقرين ديالنا كذلك يخرج لكم حاجة شابة ولا اونسي جامي تخطوه مع الطفرة. بسم الله والصلاة والسلام على اشرف المرسلين تحية طيبة لكل من يتابع قناة ناصر تي في من داخل ومن خارج الوطن. اذا بعدنا نهاية رحلة قناة ناصر تي في من فرنسا نعود إلى سوق بودوا للطيور ليوم الجمعة 8 مارس 2024. بالمناسبة كنا سبقنا وأندرنا لكم فيديو كان خاص إلا بالكباش والمعز والأبقار بسوق الأربعة اللي عاود فتح أبوابه اليوم والآن هذا الفيديو راح يكون خاص إلا بالمقنين فقط ثم ندير لكم جميع انواع الطيور كالعاده مع اخوكم ناصر. ما تنساوش دائما بارطاجي الفيديو 58 ولايه ما تنساوش الدعم لهذه القناه المحترمه. نبداو نشوفوا واش كاين هنا في المقنين واش راهو يقول. اذا بسم الله ما شاء الله نبداو باول مقنين هنايا بسوق بودوا نخلوكم تسمعوا شويه ومن بعد نقصروا. الله يبارك حاجة خيف على بالي بلي تقلقوا. إذا نبداو خونا شحال عنده هذا؟ عنده دخل 40 سنين. الله يبارك ما شاء الله مربي خلوي ولا تقيل القيمة هذايا الله يبارك ما شاء الله راه مروسي حبة الله يبارك طلعتو بدواوات ولا ماتيريال هكذايا راه هكذا الله يبارك. والشون كيفاش خوك ناصر ما يعرفش الشون كيفاش الشون تاعو يعني شباب هكذا الله يبارك واش سمعنا دوك ناصر كيما قال لك الحاج واش سمعنا دوكا حاجه ما شاء الله راكو تسمعوا انتما كذلك. سينو بالنسبه للسعر شحال سامو فيه؟ 32 الله يبارك والبيع راه بعيد قريب شويه ماهوش بعيد بزاف الله يبارك. منين تتنادى خونا؟ من الحراشه الله يبارك. نحيو بالمناسبه خوتنا من الحراش وسوق الحراش ما حبش يعاود يدير فراني سي فيان دوماج العوده كما قال خونا. اذا كذلك مع خونا اللي هنايا توجور شوفوا الله يبارك دائما نقول لكم قارن كذلك يجيبوا حبات شابين هنايا بسوق بودوا وما كان كامل دخول للسوق غير في الطريق فقط تلقاو حبيبات شابين الله يبارك. سينو هذا احكي لي عليه شويه. هذا تاع العام. هذا تاع العام الله يطلع شان. طالع تاع الشون تاع باباه. الله يبارك والشون قلت لي حاجه. الله يبارك ما شاء الله الله يبارك الله يبارك صافي فليزا راك تجيبو كاين البروده شويه ولكن راه حبيبنا راه حابي ديماري. وسمو شحال سموك فيه؟ ما سمولاش هذا واش جبدته مع الله. يلاه واش راك داير في فريستير تاعك؟ دايرو 3 ونص. 3 ونص على ربي الله يبارك. تحب نخلي الرقم تاعو؟ ماربي. قول لي خويا العزيز. 0540 76 38 23 ما كانوا يلقاوك؟ قهوة الشركي. قهوة الشركي خاوتي الله يبارك صافي عنكم خويا. إذا كذلك مع أخي اللي هنايا جاب لنا المقلين هذا شوفوا الله يبارك وراه يروباسي ما شاء الله. الله يبارك. ما شاء الله. شحال عنده هذا أخي؟ عنده عامين ونص. عامين ونص مربي جان خلوي؟ اوا جان حبيبي جانا الله يبارك. والشون كيفاش؟ الشون
والله يبارك راه يروح باسي في تيواطي في الدوحه وفي وسط الشون. لا كل واحد عنده خونا يقول لكم فيه شون شباب الله يبارك. بالنسبه لسير شحال سموك فيه؟ 21 عطاونا 20 يعني 2 ملايين و100 البيع 40 فيها. راني طالب على ربي 4 ان شاء الله. 4 ملايين على ربي كما قال لكم ديفوات ما فيه صافي. كما قال لكم ديفوات ما فيه صافي. بالمناسبه نخلي لكم الرقم تاع اخي هكذايا اللي انتيريسي يتواصل مع خويا وينيغوسي معاه. عاكو تسمعوا شويه شعاير وقاسي ولكن تحبوا تجوا لعندو ولا يبعد لكم تسمعوا بيان وتنيغوسي معاه. قول لي خويا العزيز 0771 70 03 98 ما كانوا يلقاوك اخي بودواو هنايا. بارك الله فيك خويا العزيز يعطيك الصحه مفرار صافا خويا العزيز لاباس. اذا بالمناسبه كما قال لكم الاخ هدايا عنده شهرين سوفاج سمعتوا غنى شويه مازال دواتي واش طايح هكذا دواتي واش طايح كما قال لكم هذا تكون باطو كاسي كازيرنا تاع هكذا هنا تاع الجزائر. اذا قال لكم هدايا نحكم هنايا في الكازيرنا تاع باطو كاسي. باطو كاسي الله يبارك حاجات تاع البلاد راهي مفقوده عنده شهرين كاجا الله يبارك. ما سموكش فيه والفماله هذيك تاع العام سموني فيها 800000 هذه سمو فيها 800000 تاع العام الله يبارك. وهدايا مازال ما ساموش. بالمناسبه خلكم كذلك الرقم تاع الهاتف تاع خونا هكذا اون سي جامي في انتيريسي يتواصل معاه 0 45 26 زيد شحال 0 40 20. نعود اسمح لي 0 45 26 04 82 هذا هو الرقم. كاين الواجد كاين وكما قال لكم كاين الواجد في الدار واجدين حبه قال لكم كاين دي في مال في الدار واجدين حبه الله يبارك ما شاء الله. المكان ذكرني فقط وين؟ درقان هكذا نحييهم بالمناسبه. اذا بالمناسبه كما قال لكم خونا المقرين الصحراء مروزي الله يبارك حبه ما شاء الله وراه شغل في فلاطاي باربا يعني راه صغيره ما شاء الله الله يبارك هكذا خادم العام فات شحال عنده هذايا كاجا؟ عنده عامين كاجا وقال لكم خادم العام اللي فات الله يبارك. والشون كيفاش؟ شون اوردينال لبسات ما فيهش مقرين تاع خدمه كيما قال لكم وترونكيل شوف الله يبارك. عطاونا 16 ونص والبيع شحال يروح ان شاء الله؟ ما راهوش بعيد ان شاء الله كيما قال لكم. نخلي لكم رقم الهاتف كالعاده تتواصلوا مع خونا يخدم غير المقرين تقدروا تكارديو النيميرو تاعو بيان سير. نزيدوا الدوزيام كان هذا فيه الشون هذايا قال لكم خونا فيه الشون ما شاء الله يخدم لي في وطن الله يبارك ما شاء الله مربي سوفات وترون كان مربي سوفات كما قال لكم هو يقل هايل الله يبارك بالراقه الساكن وبالراقه الساكن هذا ولافونتاج كذلك. وهذا شحال سابت لي؟ عطاولي 11 عطاونا 11 البيع ما راهوش بعيد الله يبارك. رمضان تهلا في خير صافي بليزير ان شاء الله اخويا. مالا خلي لي رقم الهاتف 0 92 04 36 49 عاود ذكرني دائما المكان سيدي موسى كيما قال لكم ودعمونا خونا ناصر بارك الله فيكم الله غير يعطيكم الصحه خويا صحه رمضانكم بارك الله فيك يعطيك الصحه. اذا بالمناسبه مع خويا كذلك قال لكم هدايا سوفاج تاع الصيف الله يبارك راه منقط بالاورونج هكذايا معمر في راسو مازال يخايل شويه مي بون احكي لي عليه الشون كيفاش؟ قال لكم ايورو باسي ما فيش لبسات عمان هذه هي شحال عنده كاجا تاع الصيف هكذايا والسومه شحال سموك فيه؟ 11 تهضر فيه؟ 12 قالوا 100000 ان شاء الله يروح خونا بيان سير راهو من بومرداس. نزيد نشوف لكم المقرين الدوزيام هكذايا باش تقدروا تتواصلوا مع خويا وخاوتنا دائما قلت لكم هادوما كامل يخدموا المقارن تسمى تقدروا تكارديو لي نيميرو تاعهم هكذايا باش ربما انسان يحب يشري مقرين ولا يتصل مع خاص وعندنا دوك نجبدو وعندنا هدايا شوف الله يبارك ما شاء الله. هذا شحال عنده؟ هذا عامين ونص خويا العزيز يا هشام كيف حبيبي صافا لاباس شحال عنده؟ عامين ونص الله يبارك وشهم؟ فيه كلام ما شاء الله هكذا قال لكم فيه كلام ما شاء الله الله يبارك. وشحال درسمتوا هدايا؟ هذا سامونا 26 خوتي والبيع ماشي بعيد هكذا نخلي لكم كذلك رقم الهاتف لانتيريسي تواصل المكان متواجدين في بومرداس رقم الهاتف 0 55 97 98 39 09 هذا هو الرقم تاع خويا وخونا كذلك يخدم المقنين يخدم الميلي بقوه تقدروا تواصلوا معه مون فلان بارك الله فيك. اذا بالمناسبه كذلك مع خويا جاب لنا السوفاج هذايا نعاود نذكركم خوتي ان السوفاج راهو ناقص بزاف اليوم هنا بسوق بودواو المشكل يعني كذلك حمايه الغابات راهم يدخلوا للسوق جاوا مع الشرطه جاوا مع لي جوندار لهذا يعني صراحه نقدر نقولوا سوق بودواو راهو في التهديد وكذلك سيرتو المقنين لهذا
خوتي دائما نشجعكم باش تخدموا لي الفاش تاع المقنين هكذا احسن. سينو شحال دار هذا خونا؟ مليون. مليون دار؟ مليون 10000 دينار. يغنيه وفي شونج باب الله يبارك كيما قال لكم مونفير. بارك الله فيك ويعطيك الصحه. اذا بقاو لنا يعني هادو هما الحبيبات بيان سور في السوفات. قال لكم 6000 دينار. دائما نقول لكم باللي خاوتي تفرطيس هذا وكذا ماشي مشكل، المهم يكونوا بون سونتي. هذاك هو الصح. هذا ما كان كيكونوا بون سونتي. حبيبنا خونا توفيق. اه يلا توفيق بيان سور 600 قعدوا ربع حبات الاخرانيين. الاخرانيين بقاو تعيطوا لي ولا يلاه 600 هادو هما اللي قعدوا. اذا انا متواجدين مع عمي كمال. عمي كمال ديال الرمد بالسوفات. قلت لكم يعني الحاله راهي مزيره شويه لهذا يعني خاوتنا كامل راهم يحبوا من السوق. يعني الله يرسي بيان دوماج يعني خلوا الناس تربي المقنين خلوا يروحوا لحاجه واحده اخرى يا خويا والله العظيم واش راح يديروا نجي المقنين. ولكن دائما نشجعوا خاوتنا باش كذلك يخدموا لي الفاش هكا يا باش يبقى خويا 8 ونص راهو بقوه راهو يدير 8500 دينار. عندي حبات ب 900 وعندنا حبات ب 900 ما عندكم كمال بيان سير القوه. عمي كمال كالعاده. عمي كمال هاي مع عمي كمال ما شاء الله دائما هنايا بسوق بودوا. نتمناو يخلوا خاوتنا يخدموا فقط هذا المكان. اشفع عليه اللي في الكه شربوني هذا الكحلوش. عاود عمي كمال هكذا يخلي لي الرقم تاعك الله يرضى عليك. 07 71 71 74 85 85 16 المكان الكاليتوس. يوميا في الدلاله تاع الحراج كما قال لكم عمي كمال. يا خويا بارك الله فيك. وخاوتنا كون تشوف فيها خاوتي يعني المقنين خويا ناصر بارك الله فيك والله غانا نشقاو. كنا في الاربع بياس درنا لكم المواشي والان انا هنا بسوق بدوى. بالمناسبه مع اخي لهنايا كذلك جاب لنا المقنين هدايا كان يغني كما قال الاخ عنده 3 سنوات شون. قال لكم حاجه نقيه الله يبارك كوبلاج ما سياش به. وسمو شحال سامو فيه؟ مازال ما سامولاش خويا العزيز ربي يرزق ان شاء الله. اذا مع خويا كذلك راه يديري فينا في المقنين هدايا. واش بان لك هذا العزيز؟ بان لي فيه معنى وما نعرفش. بان فيه معنى مع راهم فرط شويه هكذايا. بان فيه معنى الله يعلم. وانت شفتو على اساس مال؟ مال هاولي هكذا يا خويا رجع حولو خلاص هذه هي هكذا يا الله الحمد لله خوتي هكذا معليش هكذا يا نظره فقط الله يبارك خوتي. نعاود نوصيكم يعني دائما كي تجوا للسوق جيبوا معكم انسان اللي يعرف هكذا يا باش تشيروا مقنين يعني باسكو سي ديفيسيل باش تعرف مقنين اسك مال ولا في مال. اذا كذلك مع الاخ اللي هنايا جاب لنا المقنين هذا باين راهو سوفاج. شحال عندك هاجا؟ ستشار الله يبارك ومازال يتخبط. كان مسجنا. يلا كان مسجنا هذا هو المشكل خوتي يعني حتى الملقان يعني اللي يزيدوا في سجنه راح يخرجوا يخايلوا ماشي كيما المقني اللي يزيد في الكاجا. والله وشحال وجامي دخل السوق كيما قال لكم وشون سمعتي وغنى؟ يغني في الدار. يغني ملاه الحمد لله. وشحال سامك فيه؟ 800000 يعني 8000 دينار. الله يبارك ما شاء الله. اذا خونا مرزاق اليوم دعمنا ما في جيب لنا غير الكناري النينو كذا اليوم جاب لنا المقنين الهيمالايا الله يبارك. حتى يعني المقنين الهيمالايا حاجه شابه ويعني عنده لابوتي ما شاء الله. شوفوا شحال شباب وفي الجيون كما قال لكم هكذايا اسيدي مال. وكيفاش نعرفهم المال في مال كيما الاخر نورمال عادي دوبلي ماشي دوبلي دوبلي ماشي دوبلي كيف صح. داكور هذه هي وعندنا هذه في مال يا اخي هادي يا فلافي مرسي دري. ثلاثة كوبلات. ثلاثة كوبلات الله يبارك خوتي يعني مام هدايا اونسي جامي تخبطوه مع المقنين ديالنا كذلك يخرج لكم حاجة شابة ولا اونسي جامي تخبطوه مع الطفرة كذلك يخرج حاجة شابة الله يبارك. وشحال راهم يديروا السوم مازال؟ ديسات الحبة. ديسات الحبة يعني نقدروا نقولوا 32 كوبلا 33 الكوبلا الله يبارك هكذا نخلي لكم بيان نكملوا مع النينو كذلك. شوفوا عندنا سيدي نينو كوبلور هكذايا الله يبارك خادمين ديجا وخادمين ديجا كما قال لكم مرزاق هكذايا مرزاق يخدم كذلك جميع انواع الطيور. نخلي لكم رقم الهاتف ديالو اونسي جامي لي انتيريسي تواصل معاه والمكان متواجدين في الرغايه. مرزاق قول لي خويا 045 09 84 84 45 45 هذا هو الرقم تقدروا تواصلوا مع خويا مرزاق.
جدا. كذلك مع الاخ هنايا جاب لنا الفيمالة هذه راهي شابة. شحال عندك اجا هذه؟ عندها قريب 10 شهور. قريب 10 شهور الله يبارك. ما عيطبط اي شوية ولا؟ مازال هذا وين بدات؟ مازال هذا وين بدات؟ والمليا هذا فيمالة ولا مال؟ فيمالة هذه يا خوتي اللي يديها بونيشة كما نقولوا احنا، تحضن توكل دير كلش الله يبارك. شحال سموك في الفيمالة؟ شحال سموك فيها؟ 720,000 الله يبارك. وعندنا المال هذا يا شوف، المال كوبلور هذا ما سمونا السان كوبلور، وعندك شطاشة بيضة هذا طاحت له في راسه الله يبارك. وهذا شحال عنده هذايا؟ أربع سنوات الله يبارك ما شاء الله. وشو ما شاء الله ولا ما شاء الله هكذا الغناء قال لكم ما شاء الله الله يبارك. صافي بليزير. وشحال سموك فيه؟ ما طاونيش. وش راك حاب تبيعو نتايا؟ 18 الله يبارك، يعني 1,800,000. من جيتنا خونا نتايا؟ الله يبارك. صافي بليزير مون فرا، نقول بارك الله فيك ويعطيك الصحة. إذا نخت معكم الفيديو هدايا اللي كان درناه خاص إلا بالمقنين فقط مع الميلي هدايا. نخليكم تسمعوا شوية باش تحكموا الشون ديالو، ثم نخلي لكم رقم الهاتف ونقول لكم السعر تاعو. كاين مطانن ثاني إلا خاصهم كاين كما قال لكم خونا من البرواقية كذلك. هيدا يا أخي برواقية خي يجيب المقنين كذلك بكثرة الله يبارك. وهذا شو مقنين هدايا؟ إيه مقنين ها باقية. وش من العام؟ 2023 الله يبارك ما شاء الله. والسير شحال سموك فيه؟ عطانا 7,500. 7,000 وما زال بيع. بالمناسبة نخلي لكم كذلك رقم الهاتف هكذا يعني انتيريسي يتواصل. قول لي 07 71 94 74 76 46 المكان البرواقية ما شاء الله، يعني راهو هايل. بالمناسبة مع خويا كذلك خلكم عندنا المقرين هدايا الله يبارك، خلكم تاع العام راهو يباطي كيما راكم تشوفوا ومروزي وراهو مروزي حبة الله يبارك. وشون في السجنة وكان في السجنة؟ لا عندي تسجيلة تاعو اللي كيما قال لكم بعثت لكم. رقم الهاتف قول لي 05 58 08 47 10 الله يبارك. هذا هو الرقم تاعو. دير مورد رئيس. والشون تاعو كيفاش؟ اوردينال سجنة عنده شهرين وما فكرات. صافي بليزير مون فلان بارك الله فيك ويعطيك الصحة سي شوندي ايسر. إذا بالمناسبة كذلك عندنا المقنين هذايا الله يبارك، كذلك راهو مروزي وراهو يغني. نسير نزوميرو شوية باش تسمعوه. هذا شحال عنده؟ هذا مربي دي ميديو عنده عام. مربي دي ميديو عنده. أعطيني النيميرو تاعو راه فيه النيميرو تاعو. 0553 99 92 هذا هو الرقم تقدروا تواصلوا مع خويا. اذا نقول لكم دائما تهلاو في رواحكم. قناه ناصر تي في تحييكم. السلام والصحه رمضانكم.